ازيك يا محمد؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. منور العالمين الجديده. ده بوجودك. ايه رايك في العالمين الجديده بقى؟ احكي لي، شفت ايه؟ عملت ايه؟ كل حاجه. انبهار، حاجه مشرفه جدا، مش محتاجه كلام يعني. انت اول مره تيجي؟ لا انا تاني مره. دي في دورته الثانيه. السنه اللي فاتت عملت حفله في ارينا، والسنه دي جايه عشانك بقى يعني. طب انت بتصيف فين عموما؟ انا ما يعني في الغردقه ساعات، مش حاجه معينه، الساحل الشمالي هنا برضو، فكذا حته. بس الحقيقه يعني مدينه العالمين حاجه ما شاء الله، انبهار بجد. خيال صح؟ انا لفيت. طبعا. ويعني الحمد لله ان في حاجه زي كده في بلدنا حصلت، لان يعني احنا بلدنا جميله بصراحه قوي، وهو هي دي بلدنا. وناسها من الاخر ايه؟ ناسها اطيب واجدع ناس في الدنيا. دي حقيقة. والله العظيم بكلمك جدا، احنا مفيش اجدع مننا مع احترامي لاي حد، بس يعني احنا بنتحارب. طبعا. بس احنا اهو ان احنا نقدر ننجح النهارده ونثبت للعالم ان احنا واجهه سياحيه. احنا بنبص احلى مكان في العالم. انت شايفه ايه؟ انا لا بجد والله انا مبسوط جدا. المباني الحلوه دي. ولادك قالوا لك ايه؟ لا احمد ومونة بقى لما جبتهم معاك، وانجي مراتك. مبسوط جدا طبعا. يعني حاجة. أنا بصي سافرت بلاد كتيرة قوي في أوروبا يعني، وشفت حاجات كتيرة برضو. أنا شايف اللي إحنا مش يعني، يمكن في حاجات كمان أفخم وأحلى يعني. بس مش هكلم كتير بقى، تقولي دي بلدي بقى. فأنت بلدنا. لا وإحنا معروفين إن إحنا عندنا انتماء زيادة يعني. مصري لا بيحب بلده وبيحبها بجد. تطور عالمي بصراحة. طب كلمني عن المصايف زمان ومصايف دلوقتي، إيه رأيك في التغيير اللي حصل؟ لازم يحصل تطور. لازم انت مع التطور طبعا يعني. احكي لي عن مصيف زمان كده مع والدك ووالدتك الله يرحمها، وانتوا رايحين انت ووردة. احكي لي كده، عايز ارجع بيك بقى لزمان، كنت بتعملوا ايه؟ دي حاجه ودي حاجه. ها. لا كل سن وليه زي ما بيقولوا فرحته وخروجاته.